أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمت
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الله الله قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إنها تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لميقاتنا
قال رب أرني أنظر إليك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولم قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله الله الله. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا سبيلا ذلك
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَن لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إن القوم استضعفوني قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير.
خير الغافرين. صدق الله العظيم.